أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة تتابعون فيها. تخليد بلادنا لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يتزامن وورش مشروع القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية مبادرة ورؤية ملكية حكيمة لتحقيق المساواة وتقليص الفوارق الاجتماعية. الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 تتواصل، يسجل إقبال مهم من طرف الفئة المستهدفة لأخذ الحقنة الثانية وبلوغ مناعة جماعية. الحايك المدغري نسيج تقليدي قروي تتفنن أنامل نساء إقليم الرشيدية في صناعته، ويعد موروثا حضاريا بمنطقة تفيلال والجنوب الشرقي للمملكة. أهلا بكم من جديد. يخلد العالم في 20 فبراير من كل سنة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، حدث يأتي والعالم ما زال يعيش تبعات كورونا وما أفرزته من الإكراهات اجتماعية واقتصادية. العدالة الاجتماعية ببلادنا ورش مفتوح من خلال عدة برامج ومبادرات برؤية ملكية حكيمة لتحقيق المساواة وتقليص الفوارق الاجتماعية، ولعل آخر ما توج به هذا المسار المصادقة على مشروع قانون إطار الخاص بالحماية الاجتماعية. حنان أرسلان. المغرب خطى خطوات واسعة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص. العدالة الاجتماعية ركيزة من ركائز السلم الاجتماعي الذي ميز المغرب وجعله نموذجا يحتذى به على الصعيد الجهوي والقاري. محطات عديدة أثثت هذا المسار الخاص بالعدالة الاجتماعية، منها صياغة نموذج تنموي للحد من الفوارق الاجتماعية والتباينات المجالية. تحقيق العدالة الاجتماعية يرتكز أيضا على تحصين الفئات الهشة أمام التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة على غرار ما أفرزته جائحة كورونا من تداعيات. الرؤية الملكية السديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية ببلادنا تكرست أيضا بتعميم التغطية الاجتماعية للمواطنين وبلورة مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية. مشروع هام سيدعم الفئات الهشة صحيا قانونيا واقتصاديا، تعزيزا لكرامتها ودعما لقدراتها الشرائية وضمانا لظروف عيش أفضل. بالنسبة للمبادرة الملكية كانت جميلة جدا، حيت جات واحد لقيطة للمجتمع والمواطنين محتاجينها بزاف، خصوصا الفئات المستهدفة الهشة واللي عانت بزاف من هذا الوباء ديال كورونا 19. يشكل هذا المشروع الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ثروة حقيقية واجتماعية، وسيكون له آثار ملموسة إن شاء الله على جميع المغاربة، وخصوصا الفئات الهشة والمعوزة. الحماية الاجتماعية ورش طموح يهدف أيضا إلى توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية، كلها أهداف تندرج في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تتطلب انخراط الجميع لإنجاح هذا الورش الكبير الذي سيحقق قفزة نوعية اجتماعية قانونية وحقوقية تنضاف إلى سجل إنجازات المغرب الحديث. تتواصل عملية التلقيح ضد وباء كورونا، عدد المستفيدين بلغ إلى حدود أمس 2,357,283 شخصا تلقوا الحقنة الأولى، إضافة إلى 4,867 شخصا تلقوا الحقنة الثانية. أما عدد الإصابات المسجلة حسب آخر المعطيات فبلغت 448 شخصا، حالة الشفاء بلغت 835، فيما سجلت 16 حالة وفاة. بوجدة تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح، كاميرا الأولى رصدت إقبالا من طرف الفئات المستهدفة لأخذ الحقنة الثانية. روبورتاج وصال إمغري ورشيد العتابي يقربون أكثر من الصورة. بهذا المركز الصحي بوجدة شرعت السلطات المحلية في استقبال المستفيدين الذين سيتلقون الحقنة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا، والذين تلقوا الجرعة الأولى قبل 3 أسابيع.
جيت اليوم هنا ندير هذا التلقيح الخطره الجوجه. بالنسبه لك كي دايره الجوجه؟ الجوجه مازال ما عرفتش الاولى مزيانه، ما صرالي حتى شي حاجه، ما حسيت حتى بشي حاجه. المعامله نتاع هاد الناس مزيانين والتنظيم مزيان. الاول مزيان والزوج مزيان الحمد لله. كيفاش حسيت؟ ما حسيت حتى بحاجه، واخا دابا راجل كبير وهذاك الشيء ما حسيت حتى بحاجه، لا الاولى لا الزوجه، والحمد لله والله ينصر سيدنا محمد السادس. الشيء مزيان على حساب كورونا، على المرض ما يبقاش، وهذا الشيء اللي نتمناو. الله ينصر جلاله الملك، الله يحفظه ويستره. تاك الشرف الدخله كل شيء استقبلنا، لا سعد القايد ولا المسؤولين ولا الخليفه ولا كلهم، بواحد استقبال من ذاك الشيء تبارك الله عليهم واقفين. هذا باش عجبوني، دخلت بالتحيه وكل شيء فرحان، كل شيء يضحك، الله يكثر امثالهم قايمين بالعمل. هذا وقد اكدت الاطقم الطبيه والتمريضيه التجاوب الكبير والواسع للفئة العمرية التي سبق لها وأن تلقت الحقنة الأولى من اللقاح، حضور مكثف لتلقي الجرعة الثانية. باش تدوز الأمور في أحسن الظروف، لقد خصصنا جناح خاص بالجرعة بالأشخاص الذين سيتلقون الجرعة الثانية، وجناح آخر بالنسبة للأشخاص للجرعة الأولى. جهود متواصلة لإنجاح هذه الحملة الوطنية كي يتم تطعيم 80% من السكان، أي 30 مليون مواطن ومقيم أجنبي، لتحقيق مناعة جماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية. وينضم إلينا مباشرة من وجدة السيد محمد سونا، مسؤول خلية الإعلام والتواصل بمندوبية وزارة الصحة لعمالة وجدة أنقاد. أهلا بك سيدي. أهلا بكم وشكرا على الاستضافة. إذن اليوم تواصل الأطقم الطبية والتمريضية تعبئتها لتمكين الملقحين من تلقي الحقنة الثانية، ما أهمية هذه الخطوة في مراحل اكتساب المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا؟ اللي خصنا نعرف أنها الجرعة الثانية ضرورية لاستكمال المناعة وما يمكنش نتفاداوها، وإلا ما درناهاش بحال إلا ما درنا والو. اللي خصنا نعرفوا انه بالنسبه للقاح سينوفارم، انه الجرعه الثانيه بدات البارح الجمعه 18 فبراير، وبالنسبه للقاح استرازينيكا غادي يبدا ان شاء الله الجمعه المقبله. ونذكر المواطنين انه وزاره الصحه اللي عملت وزاره الصحه وضعت رهن اشاره المواطنين لعديد من الوسائل باش يتعرفوا على المواعيد ديالهم تاع الجرعه الثانيه، من بينها مثلا ارسال الرقم ديال بطاقه التعريف الوطنيه للرقم 1717 اللي غادي يعطيهم محطه اللقاح، وكذلك الموعد ديال الجرعه الثانيه. وكذلك لنا عارفوا انه انه الاطقم الصحيه ملي الاشخاص اللي كيتلقحوا في الجرعه الاولى كيعطيهم واحد الورقه فيها تاريخ الموعد ديال الجرعه الثانيه. ومن هذا المنبر ديالكم انا كنشد المواطنين باش يجيو يديروا الجرعه الثانيه ديالهم. السيد محمد سونا، مسؤول شكرا. خلية الإعلام والتواصل بمندوبية وزارة الصحة لعمالة وجدة أنقاد، شكرا على مساهمتك معنا ضمن هذه النشرة. ننتقل إلى تطوان، حيث احتضن مركز الأميرة للا مليكة لتكوين المتطوعين وأطر الصحة التابع للهلال الأحمر المغربي أمس حملة للتبرع بالدم، إلى جانب دورة تكوينية لفائدة القابلات، والهدف المساهمة في تغذية المركز بمخزون مهم من الدم، وكذا الرفع من قدرات القابلات في مجال تخصصهن بما يواكب التحديات المطروحة بالمهنة. فنشكر العلوي وعبد العلي القنوني. هي حملة للتبرع بالدم يحتضنها مركز سمو الأميرة للا مليكة لتكوين المتطوعين وأطر الصحة التابع للهلال الأحمر المغربي بتطوان، بشراكة مع مركز تحقن الدم لأجل تغذية مخزون الدم بالمركز، والذي يوفر هذه المادة الحيوية لتغطية حاجيات المراكز الاستشفائية لحماية المرضى الأكثر احتياجا للدم. والمركز كيسعى اليوم باش نقدموا تقريبا 100 كيس من الدم. المتطوعات والمتطوعين ديال المركز بما انهم ممرضات وممرضين كيعرفوا الاهميه ديال هذه الماده الحيويه اللي كيمكن لها تنقذ حياه انسان. جيت نشارك في هذه الحمله اللي عملتها المؤسسه ديالي بهدف المساعده ديال الناس اللي كيحتاجوا الدم،
وبالاحرى الماده الحيويه اللي كاين فيها خصص كبير في مركز ديال التحقن ديال الدم. هذه الحمله اللي كتتم من اجل تعزيز مخزون تحقن الدم بتطوان نظرا للظروف اللي تتمر بها المغرب والعالم باسره. كيعرف المركز واحد النقص في عدد الاكياس الدم، وهذه الحمله حمله مهمه. مركز سمو الأميرة لالا مليكة لتكوين المتطوعين وأطر الصحة بتطوان احتضن إلى جانب حملة التبرع بالدم دورة تكوينية لفائدة القابلات بشراكة مع الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، وذلك لتقوية قدراتهن بما ينعكس إيجابا على خدمتهن في مجال تخصصهن ويواكب التحديات المطروحة بهذه المهنة. دورة تكوينية اللي كتهدف لأنها تحسن قدرات ديال القابلات من ناحية يعني تقنية التواصل من ناحية تقنيات جديدة اللي كتنضاف، لأن ما كاينش القابلة ما عندهاش غير داك الدور التقني أثناء الولادة ولا الحمل. أنشطة متنوعة يحتضنها إذن مركز سمو الأميرة لالا مليكة لتكوين المتطوعين وأطر الصحة بتطوان ترتكز على شقين: الشق الإنساني المتمثل في التطوع، وشق ثان يهم التخصص والتكوين المستمر لضمان استفادة المواطنين من خدمات صحية ذات جودة. ولمواصلة الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من تطوان السيد محمد السعلي، مدير مركز سمو الأميرة لالا مليكة لتكوين المتطوعين وأطر الصحة التابع للهلال الأحمر المغربي. أهلا بك سيدي. إذن سي السعلي، كما جاء في الروبورتاج احتضن مركز سمو الأميرة لالا مليكة لتكوين المتطوعين وأطر الصحة بتطوان حملة للتبرع بالدم، إلى أي حد يمكن أن يساهم التبرع من طرف المتطوعين في ترسيخ ثقافة التبرع بالمجتمع ككل والحصول على متبرعين دائمين لتغطية الخصائص الموجود بمخزون الدم من مختلف الأقاليم؟ بالفعل كما جاء في الروبورتاج أن بلادنا محتاجة إلى عدد كبير أكياس كثيرة من الدم، لأن كاين مجموعة من الأمراض والجرحى ما يمكنهم يتعالجوا إلا من خلال الدم. فالدم والتبرع بالدم هي هدية من القلب، ونحن في الهلال الأحمر المغربي وبمركز لالا مليكة لتكوين المتطوعين وأطر الصحة نحاول أن نجعل من هذه العملية التوعوية أننا نغير السلوك ديال الطلبة بعدك اللي كيشتغلوا في الميدان الصحي والعائلات ديالهم والناس اللي قرابين ليهم، باش يولي التبرع بالدم كسلوك وكثقافة. حيث أنه مثلا غير هاد السنة على مستوى المركز قمنا بأكثر من 3 ديال الحملات وتنسيق مع المركز الجهوي لتحقن الدم. فما بغيناش المواطن يلتجأ باش يتبرع بالدم ديالو غير من اللي يكون الطلب، غير اللي ما يكون العز، انه خصها ترجع ثقافه، لان خصنا نوصل داك المستوى اللي كتقولوا المنظمه العالميه للصحه، يعني 5% من المواطنين من الساكنه ديال البلد خصهم يتبرعوا سنويا بالدم ديالو. نحن بعيدين كل البعد على هذا الرقم. اذن باش غير نتبرع مره واحده ونمشي، خصني يرجع عندي سلوك انه كل ما نبغي نجدد الدم ديالي نمشي نتبرع. وإلا وصلنا لهذا المستوى غادي نفوتوا واحد النسبة اللي خصنا علينا 1,500,000 شخص اللي خصو يتبرع بالدم ديالو. وهذا ممكن لأن الشعب المغربي هو شعب اللي مغروصة فيه الإنسانية، هو كيعرف شنو المعاناة ديال المواطنين اللي محتاجين للدم. وأنا كنظن التوعية ثم التوعية والتحسيس هو المدخل لإنجاح هذه العملية ديال التبرع. طيب سي سعلي، إلى جانب حملة التبرع بالدم نظمتم دورة تكوينية لفائدة القابلات الهادفة إلى رفع من قدراتهن وتجويد خدماتهن المقدمة للنساء، ما هي الآليات الكفيلة بذلك؟ هي الآليات متعددة، لأن عندنا إيمان راسخ لا على المستوى ديال الهلال الأحمر المغربي ولا على مستوى الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب أن التكوين والتكوين المستمر هو المدخل الحقيقي لتحسين الخدمات والجودة ديال الخدمات للنساء الحوامل والرضع. فهاد العمل اللي قمنا به في إطار الشراكة غادي يمكننا أننا
كل مرة نعطيو القابلات ديال المنطقة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة كل ما هو جديد فيما يتعلق بالتقنيات ديال الولادة، بالتقنيات ديال المتابعة، وتقنيات ديال التحضير للنساء الحوامل الولادة. والآن كاينة تقنية مهمة وهي الولادة في الماء. هذه التقنية كتهيئ فيها المرأة قبل ما توصل يعني الولادة، وكتهيئ باش تولد في الماء، لأن داك المحيط ديال الماء هو المحيط ديال الجنين اللي غادي يخلق. وهذه التقنية هذه غادي نعملوا فيها تكوين مستمر، ونكونوا القابلات على هذه الطريقة، ونبداو نحسوا النساء على أن الولادة بهذه الطريقة غادي تقدر تقلص لنا العدد ديال المشاكل. وانتم كيف كتعرفوا بلادنا مازال النسبة ديال الوفيات ديال الأمهات في الولادة مازالت يعني مرتفعة. إذا بغينا نحسنوا الجودة ديال الخدمات خصنا بطبيعة الحال نشتغلوا بشراكة، نشتغلوا بتعاون فاش في الميدان ديال التكوين المستمر ديال القابلات. السيد محمد السعلي مدير مركز سمو الأميرة لالا مليكة لتكوين المتطوعين وأطر الصحة التابع للهلال الأحمر المغربي، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. اتفق قادة مجموعة الدول السبع التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة على تكثيف التعاون بزيادة التعهدات المالية بأكثر من 4 مليارات دولار لإطلاق اللقاحات في دول العالم الأكثر فقرا. التفاصيل مع سكينة عليتو. جائحة كورونا التي خلفت أزيد من 2.4 مليون وفاة عبر العالم كانت في صلب الاجتماع الافتراضي لمجموعة السبع، وأكد بيان مشترك صدر عن المجموعة التي تضم بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا واليابان على تكثيف التعاون للاستجابة لوباء كوفيد-19 وزيادة التعهدات المالية لإطلاق اللقاحات في دول العالم الأكثر فقرا لتصل إلى 7.5 مليار دولار. وفي أول مشاركة لرئيس أمريكي في هذا الحدث السنوي، كشف جو بايدن أمام قمة الأمن بميونخ عن التزاماته. أبعث برسالة واضحة إلى العالم، الولايات المتحدة عادت إلى الطاولة، لقد عاد التحالف العابر للأطلسي، وأنا ملتزم بالعمل مع المجموعة للسيطرة على وباء كورونا المستجد والتصدي للتحديات المشتركة التي نواجهها. وأعلن القادة المشاركون عن مساهماتهم بأكثر من الضعف في جهود التلقيح العالمية ضد الوباء عبر آلية كوفاكس الخاضعة لإشراف منظمة الصحة العالمية، وستوفر الآلية الأممية هذا العام لقاحات ل20% من سكان 200 دولة ومنطقة، كما ستشمل برنامج تمويل يسمح ل92 اقتصادا ضعيفا ومتوسطا بالحصول على جرعات أخرى من اللقاحات. وبالإضافة إلى بحث سبل مواجهة فيروس كورونا، ناقشت القمة المناخ والاتفاق النووي مع إيران وتعامل المجموعة مع الصين وروسيا. موجة الصقيع القطبي والعواصف الثلجية التي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية ضربت بقوة الساحل الشرقي وخاصة ولاية تكساس التي أضحت منطقة منكوبة، حيث توفي عدة أشخاص بسبب البرد القارس وانقطع الكهرباء عن آلاف المنازل. وبإندونيسيا أجلت السلطات نحو 1400 شخص إثر الفيضانات المهولة التي اجتاحت عدة مناطق في العاصمة جاكرتا، وأعلنت السلطات حالة تأهب قصوى تحسبا للأسوأ. يوم غد الأحد اضطرابات جوية ستعرفها بلادنا، ففي نشرة إنذارية من مستوى اليقظة البرتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أمطارا قوية أحيانا رعدية ابتداء من 1 صباحا إلى 3 بعد زوال يوم غد، ستتراوح مقاييسها ما بين 30 و50 ملم، وستهم عمالات وأقاليم الجديدة، الصويرة، أسفي، سيدي بنور، الزلال، وأكادير، الدوتنان. ويومي الأحد والإثنين تساقطات ثلجية في المرتفعات انطلاقا من 1500 متر سيتراوح سمكها ما بين 10 إلى 40 سنتيمتر بمناطق الأطلسين الكبير والمتوسط، الهضاب الجنوبية الشرقية والريف. كما ستسجل يوم الأحد أيضا رياح
أو ستسجل رياح قوية بسرعة تتراوح ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة، ستهب بعمالات وأقاليم الجنوب الشرقي وشرق وشمال ووسط المملكة. إلى عالم التراث ننتقل بكم، ورحالنا نحطها بإقليم الرشيدية للتعرف أكثر على الحايك المدغري، موروث تتفنن أنامل النساء في صناعته. أدعوكم اللحظة للتعرف عليه أكثر في روبورتاج عبد السلام الخلوي وإبراهيم الغوتي. بجماعة شرفاء مدغرة بالرشيدية، تعاونية حايك مدغرة، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استطاعت أن تجد لها موقعا متميزا بين نساء المنطقة. استقطبت العديد منهن ومن الفتيات المنقطعة عن الدراسة وأدمجتهن في التكوين المهني اليدوي. اختارت التعاونية أن تنهل من تراث المنطقة الغني لإبراز الحايك المدغري بكل تجلياته وخصوصياته. الحايك المدغري اللي كتخدم عليه التعاونية وكيشتغلوا عليه النساء ديالها هو موروث من الموروث الثقافي ديال المنطقة، اللي هو كيتعد رمز ديال المنطقة، ديال النساء ديالو والرجال ديالو. كاين المنديل المدغري، كاين الزربية المدغرية، كاين القطيف المدغرية. هذا المنتوج ديالنا حاولنا ان احنا نطوروه، نحاولوا على الطبيعه ديالو تبقى، ولكن نديروا خاصيات اخرى اللي تدخل لسوق اخر. تيجيو بنات وتيتكونوا هنايا، يعني الحمد لله تينتجوا باش يبدلوا الوضعيه ديالهم، تيخدموا تبارك الله الحايك، تيخدموا الجلابيات، تيخدموا الفراش كوفرلي، تيطوروا حياتهم. مشتل في تكوين المرأة ومحترف يبصم بأدواته التقليدية وبمواده الصوفية وبتجربة نسائه المؤطرات المبدعات في النسيج والحياكة، يبصم المكان تجربة فريدة في تأهيل المرأة القروية بالرشيدية وإدماجها في الإنتاج الأصيل وفي المحافظة على جزء من تراث المنطقة. نعلموا لنا مواتنا وحنا تنعلموا لبناتنا ونعلموا حتى أنا في التعاونية للبنات والعيالات، ولا كاع اللي بغى يتعلم الحمد لله تنوريو له باش يبقى الصنعة، باش ما تمشيش تدوز ترك ما تبقاش. نقرشلو ونغزلو وحنا بنات التعاونية كنديروا كل اش كيدير، خرج منا تبارك الله الجلالب ونخرجوا منها الفلوقة حيث مدغري، ونخرجوا منها المنادل، ونخرجوا منها القطيف، وكلهم زينين. إلا جلسنا في الدار ما كنستافدوا والو. اللهم بعدا نجيو للتعاونيه، كنتعاونوا بيناتنا وكنتوانسوا وكنخدموا وكنعلموا البنات باش نيت ما تمشيناش الصناعه. نساء من مدغرة والراشدية ومراكز أخرى مجاورة وجدنا في التعاونية ضالتهن لاكتشاف سحر الحايك المدغري وفنون وألوان تراث الواحة. ينتجن قطعا أنيقة متعددة ويمنحن هذا التراث الإبداعي اليدوي هوية أصيلة تتعمق في تفاصيل حياة وعيش أسر وأهل تافيلالت. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة السيد عبد الله العميرني، المندوب الإقليمي للصناعة التقليدية بالرشيدية. أهلا بك سيدي. أهلا أختي، شكرا على الاستضافة. أهلا بك. إذن سيد العميرني، الموروث التقليدي بإقليم الرشيدية متنوع وعريق ويرتبط بشكل قوي بالمعيش اليومي للساكنة ويتعمق كذلك في خصوصيات الواحة. حدثنا عن هذا الغنى وعن حضور المرأة الفلالية في إغناء هذا الموروث خاصة الحايك. بطبيعة الحال الإنسان ابن بيئته وهي تؤثر فيه بشكل قوي من أجل الاندماج فيها، ولهذا فإن مدينة الرشيدية تضم أو تزخر بموروث ثقافي تقليدي مهم. ونذكر على سبيل المثال في المجال الإعمار المعماري الذي يتجلى في القصور والقصبات كقصر الفيضة، ضريح مولاي علي الشريف، قصر قلميمة إلى آخره، والحرف اليدوية التي هي متنوعة كذلك خصوصا الألبسة والأكسسوار، ومنها النسيج التقليدي الذي هو الحايك المدغري أو الزربية الشرقية ذات اللون الأحمر أو المنديل أو السلهام أو البرنوسي كما يصطلح عليه أو الخرق. وهذا الحايك هو هذه الحايك استطاع أن يصمد طوال التاريخ الذي تشغل فيه المرأة المدغرية. بالإضافة إلى هذا فإن مدينة الرشيدية لها حرف أخرى كالفخار القروي
الصياغة أو الحلي كان يمارسها اليهود سابقا في مدينة الرساني، بالإضافة إلى الجلد الفلالي وكلها والمنتوجات النباتية كذلك التي تبدع فيها المرأة القروية بمدينة الرشيدية. طيب سي العميرني، ماذا عن مساهمة النساء القرويات في التعاونيات النسوية وإغناء روافد العمل والإنتاج اليدوي؟ شكرا. الرشيدية تضم 117 التعاونية فيها 1350 متعاونة، و 80% تتشكل هذه النسبة ديال التعاونيات اللي موجودين في منطقة الرشيدية، وهذا يدل على الثقل الذي تمثله الفئة أو المرأة في هذا المجال من أجل محاربة أو إدماج الفتيات التي لم يحالفهن الحظ في الدراسة، وكذلك فخلق فرص الشغل بالنسبة لهذه الفئات وتحسين مستواهم، مستوى الدخل المعيشي لهذه الفئة وتكوينهم وإدماجهم في سوق الشغل. السيد عبد الله العميرني، المندوب الإقليمي للصناعة التقليدية بالرشيدية، شكرا لك على هذه المعطيات. هذه العناوين: تخليد بلادنا لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يتزامن وورش مشروع القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية، مبادرة ورؤية ملكية حكيمة لتحقيق المساواة وتقليص الفوارق الاجتماعية. الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 تتواصل، حيث يسجل إقبال مهم من طرف الفئات المستهدفة لأخذ الحقنة الثانية وبلوغ مناعة جماعية. الحايك المدغري نسيج تقليدي قروي تتفنن أنامل نساء إقليم رشيدية في صناعته، ويعد موروثا حضاريا بمنطقة تافيلالت والجنوب الشرقي للمملكة. شكرا لكم على المتابعة، وطابت أوقاتكم بكل خير.